أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية من Chapter 2 الأمينو أسيد، اللي راح ناخذ بي Uses of Amino Acid Industry، يعني استخدامات الأمينو أسيد، استخدامات الأمينو أسيد بالصناعة أو بالمجالات المختلفة. قبل ما أبدي بهذا الموضوع أريد أمر مر سريع على الموضوع اللي أخذناه بالبداية بموضوع الأحماض الأمينية، وقلت الأحماض الأمينية عبارة عن مركبات حيوية عضوية مهمة، وتعتبر من الوحدات البنائية للبروتينات، ويمكن الحصول عليها من التحلل المائي للبروتينات. وحكيت على الصيغة العامة للأحماض الأمينية، قلت أكو كربون بالوسط ترتبط بها مجموعة COH، وترتبط بها مجموعة NH2 باليسار، مو شرط باليسار، يعني واحد يقول لي إلا هاي باليمين وهاي باليسار، ترتبط الـ NH2 يجوز باليسار يجوز بالأعلى يجوز بالأسفل، ماكو مشكلة. بس أنا دا أخذ كصيغة عامة وكصيغة يعني مقبولة ومتعارف عليها. الكربون بالوسط يمين COH وحامض، وعلى اليسار القاعدة الـ NH2، وترتبط بها هيدروجين وترتبط بها الار. الار هي المجموعة الالكايل جروب، الالكايل يعني قد تكون اثيل او مثيل جروب، وهذه نسميها الصيغة النموذجية الأحماض الأمينية. وانا قلت لكم جبت سؤال ارسم لي typical of amino acid، يعني الحالة او الصيغة النموذجية الأحماض الأمينية، اكو هواي طلاب بالامتحان اخطأوا بها، اخطأوا بهذا الموضوع. وحكينا ايضا على موضوع الزوتريشن، يعني او نسميه احنا نسميه الايون الهجين، او نسميه ذات الشحنتين الموجبه والسالبه، وعرفنا عباره قلنا عباره عن ذره متعادله تحتوي على الكترونات موجبه وسالبه. انا داعيد حتى زملائكم اللي ما لحقوا بالمحاضره، يعني داعيد بشكل سريع اللي ما لحقوا، يعني اقلها يلحق يكتب محاضره ملاحظه ويتابع وياي على ما اوصل للموضوع اللي هو موضوع اليوم. واخذت مثال على موضوع الزوتريشن او الايون الهجين، اخذت مثال عليه، قلت الحامض الاميني افضل مثال على الجزيء الهجين، يحتوي على الامونيوم ومجموعه الكربوكسيل اللي حكينا عليها، قلنا مجموعه الكربوكسيل على اليمين ومجموعه العفو الامونيا او الامونيوم العفو اللي هي الـ NH2 موجوده على جهه اليسار. وحكينا على الاروماتيك كومباوند، حكينا عليها قلنا اما ان يكون كاتيون او انيون ويصنف اعتمادا على الظروف الخارجيه في التفاعل، فاما ان يكون حامضي او قاعدي في التفاعل، وحكينا على هذه وبشكل عام، وقلنا شنو هو حامض وشنو هو قاعدي، وحكينا على الاحماض الامينيه صنفناها، قلنا هي يعني من اسمها احماض امينيه بس هي مرات حامضيه ومرات متعادله ومرات قاعديه. لما تكون عندي متعادله هي الصيغه اللي حكيت عليها انا، كربون بالوسط وعندي منها COH يعني كربوكسيل ومن عندي NH2 هذه. لما تكون عندي حامضيه تصير عندي على اليمين مجموعتين كربوكسيل وتصير عندي مجموعه قاعديه، لما تكون قاعديه تصير عندي مجموعتين قاعديه ومجموعه كربوكسيل، وحكيت على هذا الموضوع بشكل مفصل. عندنا انواع من الاحماض الامينيه او تصنيفها، شلون نصنفها الاحماض الامينيه؟ صنفناها قلنا essential amino acid، يعني الاحماض الامينيه الاساسيه، essential اساسي هي الاحماض التي لا يمكن أن تصنع في الكائنات الحية، لذا يجب أن تؤخذ عن طريق الوجبة الغذائية. لما أنا أقول essential amino acid يعني أحماض أمينية أساسية للكائن الحي، لكن الكائن الحي ما يقدر يصنعها، يعني لازم يأخذها من برا. وضربت لكم مثال عليها، قلت لكم حتى أقرب المثال، مثلا فيتامين سي، أضربت قلت لكم فيتامين سي هو الفيتامين الوحيد الذي لا يخلق داخل جسم الإنسان، وإنما الإنسان يأخذه من الخارج، يعني يأخذه عن طريق الفاكهة عن طريق الخضر. وهذا الفيتامين حتى لو أخذنا منه كميات كبيرة زائدة عن الحاجة فيطرح العفو بالإدرار، يطرح بالإدرار وهذا ما يثر، لكنه فيتامين سي له أهمية كبيرة جدا، وأنا حكيت على هذا الموضوع بشكل مفصل، واللي يريد يعني يريد بعد على هذا الموضوع أنا حاضر. حقيقة هناك تسع أحماض أمينية أساسية لا يمكن أن تخلق داخل الجسم، وهي نرمز لها برمز FVTWMLIKH، وحكينا عليها. مثلا أنا يجيني سؤال أقول لك give the name of essential amino acid، يعني أكتب لك H شنو هو، M شنو هو، F شنو هو، تنطيني إياه، لازم تنطيني إياه.
طبعا هناك ست أحماض أمينية غير أساسية، نان إسينشال أمينو أسيد. أحماض أمينية غير أساسية هي ستة نان إسينشال أمينو أسيد. هذه الأحماض الأمينية تخلق في الجسم، ولذلك ليس من الضروري أن تؤخذ في الوجبة الغذائية، ولهذا سميت بالأحماض الأمينية الغير ضرورية أو الغير أساسية. وبعض هذه الأحماض الأمينية قد تكون أكثر أهمية من الأحماض الأساسية، مثل الكولاجين. الكولاجين كلش مهم، احنا نعرفه يعني هسه دول أهل المفاصل كلهم اللي يشتكون من المفاصل اللي احنا بأعمارنا يقوم يون من رجلية وإيدية، هذا ضرورة أن يأخذ من عنده. حقيقة هناك 11 حامض أمين غير أساسي نرمز لها A, R, N, D, C, E, Q, G, P, S, Y وهكذا. أو احتمال أنا على هذا الموضوع أجيب لك مثلا سؤال أو أجيب لك فرع أقول لك give the name of non-essential amino acid Q شنو هو، B شنو هو، G شنو هو. يعني أتمنى أن يكون هذا الموضوع السريع يعني قد استوعبتوا هذه الملاحظات، افتهمتوها، أتمنى ذلك. هسه نجي على محاضرة اليوم اللي هي محاضرة اليوم اللي هي uses of amino acid industry، يعني استخدامات الأحماض الأمينية بالصناعة. استخدامات الأحماض الأمينية بالصناعة. خاف يجيني سؤال what is the uses of amino acid industry، مثلا شنو استخداماتها. أنا هاي أقدر أسويها على نقاط، هو هنا شارحها مثلا أنا بسطر أو سطرين أو ثلاثة، أنا أسويها على شكل نقاط أولا حتى أحفظها، وثانيا حتى أنا أستفاد منها. النقطة الأولى تستخدم في الأدوية، يعني بالمكملات الغذائية، تستخدم بالأدوية والمكملات الدوائية العفو، وذلك لزيادة امتصاص الدواء أو مساعد على الهضم في النظام الغذائي. يعني إذا استخدمناها هاي الأحماض الأمينية، استخدمناها ويا الدواء أو ويا المكملات الغذائية. المكملات الغذائية معظم الشباب أو يمكن شباب وبناتنا هم يروحون هاي دول الرياضة ويقولوا لهم دول أخذوا مكملات غذائية، فلان مكمل فلان مخل... ومرات يقول لك هو أمينو أسيد، يقول لك أخذ أمينو أسيد، يعني فهي مكملات غذائية يعني تساعدنا، تساعد ويا الجسم. شلون أنا قلت هسا عندي أني أحماض أمينية أساسية لازم ضروري أن أخذها من برا حتى أكمل بها بناء جسمي، حتى أكمل طاقة جسمي، حتى أسوي فلان شو أسوي فلان شو. إذن تستخدم في الأدوية والمكملات الدوائية، وذلك لزيادة امتصاص الدواء ومساعدة على الهضم في النظام الغذائي. يعني الأمينو أسيد are also used in drug or medical supplement. Supplement مكملات to increase the absorption of a drug، لزيادة امتصاص الدواء in the digestive system، يعني في النظام الغذائي الهضم أو في عمليات الهضم، في عمليات الهضم في النظام الغذائي. بعد وين تستخدم الأمينو أسيد؟ are used in all canned food. شين الcanned food؟ الcanned food يعني الأغذية المعلبة، الأغذية المعلبة. الكاند فود هي الأغذية المعلبة. أمينو أسيد are used in all canned food and nutritional supplement in order to increase the absorption of food in the digestive system. يعني تستخدم الأحماض الأمينية في كافة الأغذية المعلبة والمكملات الغذائية لزيادة امتصاص الغذاء أثناء عملية الهضم. لزيادة امتصاص، ليش نضيفها للأغذية المعلبة وليش نضيفها للمكملات الغذائية هاي الأحماض الأمينية؟ حتى تزيد لنا امتصاص الغذاء أثناء عمليات الهضم، تزيد لنا أثناء عمليات الامتصاص أثناء عمليات الهضم. وحكيت أني استعرضت يعني قلت الأحماض الأمينية، الأحماض الأمينية قلت تقسم الأحماض الأمينية تبعا لعدد مجموعات الكربوكسيل والأمين والألكيل إلى مقسمينها هم يعني إلى مثلا هسا أني إذا أباوع هذا التقسيم مالت الأحماض الأمينية الألفاتك أمينو أسيد definition، يعني يقول لك التعريف مالتها عن أمينو أسيد with side chain. أمينو أسيد بها ارتباط جانبي contain only carbon or hydrogen، بها لو كربون لو هيدروجين جروب وحدة، كربون وحدة وهيدروجين واحد، وبعدش بها ماخذ مثال عليها هستيدين وفنيل أنيلين، وماخذ عليها تربتوفان، وماخذ عليها تايروسين، ماخذ عليها تايروسين، وماخذ لك السيمبل أمينو أسيد R. الR شنو منطيك إياها، والH
قايل لك ان اللايسين والسي اتش 3 ان الينين والسي اتش ان الفانيلين والسي اتش ان الفانيلين. آسف شوية الحاسبة المؤشر مالتها دا يشكل لحظة واحدة. آسف على القطع اللي صار يعني شوية بالحاسبة صار بها تشكيل. أرجع أكد على نقطة كلش مهمة هي تقسيم الأحماض الأمينية تبعا لعدد مجموعات الكاربوكسيل والأمين والألكيل. قلت أحماض أمينية متعادلة هاي راح أعيدها أنا للمرة الثانية والثالثة، أحماض أمينية متعادلة وأحماض أمينية حامضية وأحماض أمينية قاعدية. وقلت الأحماض الأمينية المتعادلة اللي نيوترال أمينو أسيد تحتوي على مجموعة أمين واحدة، يعني خاف يجيني تعريف ما هي الأحماض الأمينية المتعادلة. What is the neutral amino acid؟ تحتوي على مجموعة أمين NH2 واحدة ومجموعة كاربوكسيل واحدة، وهاي الأحماض الأمينية يمكن المتعادلة يمكن أن نقسمها أحماض أمينية إليفاتية وأحماض أمينية أروماتية، هي نفسها ممكن نقسمها. الأحماض الأمينية الإليفاتية عبارة عن حامض أميني يحتوي على سلسلة جانبية تحتوي على كربون وهيدروجين، كربون وهيدروجين مثلها اليوسين مثلا فالين مثلا على سبيل المثال، او احماض امينيه اخذها اروماتيه. الاروماتيه شو نسميها؟ ايش اخذناها شو تعلمناها شو نسميها؟ نسميها اروماتيه او عطريه، اروماتيك امينو اسيد، عباره عن حامض اميني يحتوي على سلسله جانبيه بها مركب حلقي، بيها مركب حلقي. يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي سي اتش بالوسط ومترتبط بها يمين سي او اتش، ومنها عندي سي اتش 2 لجوا ان اتش ان اتش 2 وترتبط بالسي اتش 2 يعني بنزين رينج بها ان اتش وبها ان هالشكل. مثلا الهستيدين نشوف الرسم مال الهستيدين نروح ندوره، او التريبتوفان يعني ذني ندوره. الاحماض الامينيه الحامضيه اللي تحتوي على مجموعتين من الكربوكسيل، كاربوكسيلك أسيد، مجموعة أمين واحدة، وهاي الأحماض توجد بالأنسجة على صورة أميدات مثل حامض الجلوتاميك أسيد، اللي هو الجلوتاميك أسيد شلون يعني مجموعة الأمايد الموجودة مجموعة الأمايد الموجودة. يعني أنا عندي CH ترتبط بها COH، وبعدين عندي ترتبط بها CH2 وCH2 ترتبط بها CONH2 وهكذا. مثل حامض الأسبارتيك أو الأسبارجين يسمونه. أما الأحماض الأمينية القاعدة تحتوي على مجموعتين أمين ومجموعة كاربوكسيل واحدة مثل اللايسين، يعني مثل هذه اللايسين. طبعا الستركشرات يا أبنائي وأخواني وبناتي الستركشرات كلها مطلوبة ومهمة، الستركشرات كلها مطلوبة ومهمة، وراح تشوفون هسه راح نبلش بها الستركشرات ونشوف واحد واحد. مثلا ناخذ هسه الأسبارجين نشوف لا نباوع ذرة الكربون احنا اللي عندنا موجودة، ذرة الكربون الوسطية احنا قلنا هذا الحامض الأميني، مو قلنا احنا هسه قلنا ماكو مشكلة هذا يرتبط ال NH2 يمين او يسار ما عنده مشكلة، بس هذه هي NH2 معناها هذه H وهذا، وهذا هو سي الحامض الكربوكسيل سي دبل بوند سي او او سي دبل بوند او، هنا عندي او اتش، هنا ارتبطت عندي مجموعة الار، الار اللي كنا قلنا عليها صارت سي اتش 2، صارت عندي ايضا ارتباط اخر صار موجود بها، صار سي اتش 2 صار عندي ارتباط اخر موجود بها. زين ارجع للحامض الاميني الاخر اللي هو السيرين. اذا اباوع على السيرين، السيرين شلون اشوفه؟ اني اشوف موجود يعني الكربون بالوسط وموجوده عندي سي او او ماينس وموجوده عندي ان اتش 3 هذه امون ارتبطت وهذا عندي اتش، وهنا عندي سي اتش 2 ارتبطت وعندي اس اتش صار عندي سلفر صار عندي بهالشكل، او صار عندي المركب بهذا الشكل صار عندي المركب بهذا الشكل.
الاسبارتيك اسيد هذا حكيت عليه اني، هذا الاسبارتيك اسيد شوفه شلون يرتبط، شوف بمجموعتين كاربوكسيل، شوف بمجموعتين كاربوكسيل للاسبارتيك باو عليه، هاي المجموعه سي دبل بوند او اتش، وهاي المجموعه ايضا ترتبط هنا مجموعه بطرف ثاني، بس هو احنا اني لما اخذ هذه الحلق الخط الوسطي اباو عليه كربون هيدروجين سي دبل بوند او، هذا سي او اتش وهذه ان اتش 2، وهذا صار عندي وهاي مجموعه الار اللي صارت عندي ارتبطت بها هذا الار. هسه اجي على الجلايسين، اشوف الجلايسين اللي عندي ايش صار عندي، كربون هذه كربون الكربون بالوسط، عندي سي دبل بوند او او اتش، وعندي ال ان اتش 2 وعندي اتش اللي هي اتش هي الار، هي الار اللي ارتبطت، الار اللي ارتبطت. الالينين هاي الستركتشرات طلاب كلها مطلوبه، الالينين شوف الستركتشر مالته شلون، الستركتشر مال الالينين الكربون عندي بالوسط ومرتبطه بيها مجموعه الحامض، الحامض ومجموعه الامين موجوده على اليسار، وعندي الار صارت سي اتش 3، شوف الار مره تصير سي اتش 3 مره تصير سي اتش 2 مره تصير عندي اتش مره تصير عندي ترتبط ويا يعني يرتبط بهم كبريت ويا يعني يرتبط، وهكذا هو الارتباطات الموجوده عندي. الفانيلين، الفانيلين 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 اللي هو ألفاتك، الفانيلين شوف الارتباط مالتي عندي صارت عندي الكربون اللي هي بالوسط، الفانيلين الكربون مالتي اللي هي بالوسط أباوحها، وعندي هنا صارت المجموعة سي او اتش يعني الحامض، الحامض الجزء الحامضي وهذا الجزء القاعدي، وهنا الار شوف ارتبط عندي سي اتش وارتبط عندي سي اتش 3، سي اتش 3 موجود بها. الفانيلين يعني هذا الفانيلين اللي ريحة العطرية مالته يستخدمونه فالين، يستخدمونه الفالين. ايش عندي اخر؟ فنيل انيلين، شوف بما انه فنيل، بما انه هذا فنيل الاستراكشر مع الفنيل، هذا هذا الفنيل الموجود عندي فنيل انيلين، وهذه كلمه الانيلين اللي هو هنا هذا اللي عندي كربون وامين، هاي مجموعه امين وهاي مجموعه قاعديه وهنا ترتبط عندي سي اتش 2. دول طلاب اعيد للمره الثالثه او العاشره اقول ترى هذه استراكشرات يا ولدي كلش مهمه، أرجوكم تأكدون عليها وتتابعوا وتتابعوها. هسا أرجع عندي بعد الستركتشر هذا اللي هو اللايسين، أشوف اللايسين شوف ارتباط اللايسين، شوف مجموعة الأر إيش قد صارت عندي طويلة، شوف اللايسين إيش قد صارت عندي مجموعة طويلة، اللايسين صارت عندي مجموعة طويلة اللي هو صار عندي، صار عندي الكربون هذا وهو بمجموعة أمين وهي هاي بمجموعة كاربوكسيل اللي هي المجموعة، وشوف الار سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 ترجع ترتبط ان اتش 2 بها، ترتبط ان اتش 2 موجودة بها. اشوف المجموعة الاخرى مالتي، اشوف المجموعة الاخرى مالتي السيستين، شوف السيستين صار عندي الكربون بالوسط وعندي سي او اتش على اليمين وعندي ان اتش 2 على اليسار وعندي الاتش نحو الاسفل، وارتبطت مجموعه الار صارت للاعلى هالمره، مو كل مره نقول مجموعه الار للاسفل، فاذا مكانها مو مهم سواء اعلى او اسفل، سي اتش 2 صار ارتبط بها كبريت، هذا المجموعه شوف شلون صارت عندي ايضا نفس الشيء، هي هاي نفسها قلبها، هذه نفسها قلبها، خلى الاتش لي فوق وخلى هذه نزلها لجوا، خلاها لي فوق وهاي نزلها لجوا. هسه ايش عندي؟ عندي ستاندرد امينو اسيد ابزرفيشن، يعني الاختصارات مال امينو اسيد ابزرفيشن، اختصارات عندي مثلا هاي الاختصارات انا كلش مهمه، يعني هاي الاختصارات كلش مهمه طلاب، يعني انا من الاختصارات يجوز من المختصر مثلا اجيب لك سؤال على سبيل المثال اقول لك هذا اللي هو يعني هو او تقول لي يعني البولاريتي مالته بولار نن بولار، يعني ذني معلومات عليها، معلومات عليها مثلا اجي على سبيل المثال اجي اقول اقول الينين، الينين شنو الثلاثة لتر من عد ثلاث كلمات او ثلاث حروف العفو من عدها اي ال اي، اللتر الواحد شنو اي، هو شنو هذا السايد تشين مالته البولاريتي، بولاريتي مالته البولاريتي مالته،
البولاريتي يعني القطبيه مالته نقول نان بولار، نان بولار. البي اتش مالته ايش قد؟ البي اتش 7.4، اذا هذا نيوتريال متعادل، نيوتريال متعادل. الارجينين اباوه على الارجينين، الارجينين شنو اني اختصر الارجينين اي ار جي، شنو اللتر الواحد من عنده؟ يعني من اقول لك ارسم ار تعرف انه هو ارجينين وتكتب لي الرمز اي ار جي هالشكل، من اقول لك ار الشين اشبيه البولاريت مالته بيزك بولار، بيزك بولار وهو بوزيتيف. الاسبار جين، الاسبار جين اللي هو شوف اي اس ان، اي اس ان شنو الرمز مالته؟ ان، بولار ونيوترال، بولار ونيوترال. اسبارتيك اسيد شبيه اي اس بي دي، واسيد اسيدك بولار ونيجاتيف، نيجاتيف. سيستين اس واي اس كاربو، الرمز مالته المفرد سي وبولار ونيوترال. جلوتاميك اسيد، جلوتاميك اسيد نفس الحاله جي ال يو اي يرمزون له اي، شوفوا هذا ما بي حرف اي بس يخلون له اي، اسيدك بولار نيجاتيف. جلوتامين جي ال ان كيو، يعني هو ما بي كيو بس مخليين له رمز كيو، يعني هذني انا من انطيك رمز كيو مو تروح تدور تدور تقول شو ما عندنا هذا حامض هو يبدي بالكيو، مو شرط ان يبدي بي بس هو هذا الرمز مالته انا لازم اعرفه، لانه مرات الطبيب ما يكتب لك يعني تشيك لي جلوتامين او تشيك لي فلانش، يقول لك تشيك كيو تعرفه انت او تشيك جي جلايسين هالشكل. يعني ايضا ماخذ الهستيدين، نشوف الهستيدين، الهستيدين اتش اي اس، هستيدين اتش اي اس، اتش بيزك بولر بوزيتيف. بعد ايش عندي؟ الايزو ليوسين، ايزو ليوسين ايش عندي؟ اي 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 ال اي ال اي اي ال اي اي نون بولر نيوترال. اليوسين ال اي يو ال نون بولر، وهكذا بقيه الاحماض الامينيه المهمه اللي احنا لازم نعرفها، وهذا مطلوب الجدول، مطلوب الجداول كلها مطلوبه طلاب بابا، الجداول كلها مطلوبه، وعندكم الرسومات الستركتشرات اقصد بها كلها مطلوبه. رجاء رجاء من نفره نركز وعلى كيفنا، ونركز بالعملي ونركز بالنظري ولدي، واي واحد ما يعرف اي سؤال احنا موجودين يوميا بالكليه، من تجون للعملي تمرون تقولون يابا احنا عندنا سؤال الفلاني او فلان موضوع احنا ما افتهمناه، ما عندي مانع حتى لو اجي اخذكم محاضره على السبوره اشرح لكم شلون تصير الحاله بوقت يصير عندكم فراغ، اي 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 مشكله ماكو، حاضر اني اي شيء تريدونه، المهم احنا نخدم العمليه التعليميه واحنا نخدمكم لكم حتى انتم تكونون مستوعبين للدروس اللي جاي تاخذونها، واتمنى ان اكون اني اوصل الماده لكم. انا حتى يعني اشيك هاي المعلومات اللي موجوده عندكم، ارجوكم ان تثبتون، ارجوكم ان تثبتون الاسئله التاليه اللي انا اريد عليها حل، الاسئله التاليه اللي اريد لها يعني اريد لها حلول، يعني اريد لها حلول. نكتب يعني مثلا على سبيل المثال نقول درو درو ذا فورمولا اوف تيبيكال امينو اسيد، درو هذا ترى كويز، هذا ترى كويز واريد الاجابه مالته تجيني على الكلاس، توصلني توصلني على الكلاس. درو درو ذا فورمولا اوف تيبيكال امينو اسيد، اعيدها مره اخرى، درو ذا فورمولا اوف تيبيكال امينو اسيد. هذا اي بي بي جيف جيف ثري لتر ابزرفيشن امينو اسيد، جيف ثري لتر ابزرفيشن امينو اسيد كان نوت سينثايز ان ذير بودي، اعيد جيف ثري لتر ابزرفيشن امينو اسيد كان نوت سينثايز ان ذير بودي، كان نوت سينثايز in their body only for only for essential amino acid، اريد بس أربعة، اريد بس أربعة من ذني، اريد بس أربعة من ذني. وسؤال اخر، سؤال اخر واخير، what is the uses of amino acid industry،
what is, مو قلت أنا هاي لازم إحنا نلخصها بنقاط, what is the uses of amino acid industry, what is the uses of amino acid industry. إذن السؤال الأول كان draw the formula of typical amino acid, draw the formula of typical amino acid. السؤال الثاني give three letter, شوف three letter observation amino acid, observation amino acid cannot synthesize, cannot synthesize in their body, in their body only for essential amino acid, only for essential amino acid. وبعدين السؤال الأخير what is the uses of amino acid industry, what is the uses of amino acid industry. رجائي لكم انه احنا هذه الاسئله يعني نجاوب عليها ونحتفظ بها وننزل اجاباتنا على الكلاس روم, لان هذه الكويزات هي عليها درجات, هذه الكويزات عليها درجات, الحضور عليها درجات, الالتزام بالدوام سواء كان بالدوام العملي او النظري ايضا عليها درجات, وبعدين انت هاي الدرجات مالتك تجمع تلقي كل واحد هذا عليه 5 وهذا عليه 10, وبالتالي تجمع الدرجه النهائيه مالتك, لا تضيع عليك حتى لو درجتين او درجه لا تضيعها عليك. الالتزام نأكد على الالتزام, نأكد على الالتزام ولدي بناتي, الالتزام والتفاعل, والريد الطالب اللي ما يفتهم او ما اقصد اللي ما يعرف الموضوع, اللي ما يعرف الموضوع او ما استوعبه يرجع للاستاذ ويسأله. احنا بالخدمة اني وكل الاساتذة الموجودين, ورئاسة القسم ايضا بابها مفتوح لاي اي اشكال موجود, اي اشكال موجود, انت ما فهمت الماده تريد تعيد الماده, انت عندك اشكال بفلان ماده, هاي كلها لازم انت تباوع عليها. ارجع مره ثانيه انطيك التعريف مال الاحماض الامينيه او الامينو اسيد بشكل نهائي قبل ما اروح اغادر. احماض امينيه عباره عن مركبات حيويه عضويه, عباره عن مركبات حيويه عضويه تعتبر من الوحدات البنائيه للبروتينات, ويمكن الحصول عليها من التحلل المائي للبروتينات, وقلنا بصنفناها قلنا اسينشال ونن اسينشال وحكينا على هذا الموضوع. اتمنى ان تكون هذا الموضوع فهمناه, لانه راح ننتقل الى موضوع اخر ان شاء الله بالمحاضرات اللاحقه, واتمنى لكم الموفقيه بجميع الدروس.